كذلك أوصوا عند لقاء من يخاف الفتنة بلقائه من النساء والمردان، وقالوا: متى كشفت متى كشفت للمرأة أو الصبي بياض أسنانك كشف لك عما هنالك، ومتى لقيتهما بوجه عابس وقيت شرهما. نعم، وكذلك مقابلة من في مقابلتهم فتنة، من في مقابلتهم فتنة شهوانية، لا ينبغي للمسلم أن يقابلهم بارتياح وفتح مجال لهم. فالمرأة التي ليست من محارمه لا يتوسع معها في الكلام والممازحة، ويتساهل معها في عدم الحجاب، يقول: هذا من حسن الخلق. هذا ليس من حسن الخلق، حسن الخلق مع أهل البر والإحسان وأهل المعروف. وأما من فيهم فتنة فإنه لا يرتاح لهم ولا يفتح لهم المجال والمجالسة لئلا يفتتن بهم.